وبعد كنا في بيلنا انا ومحمد ولا خلينا دينا ساعة ركزنا على المسرحية, صارت الديفيزيون تاع المسرحية وقعدنا نستناو في الوقت الملائم وبيان سور العوامل الانتاجية باش تتجمع بما انه هو ماهوش فيلم مدعم ما خداش دعم جماهيريا. العمل المسرحي كان ناجح, كان ناجح رغم من تعرض برشا وقعدنا نعرضوا فيه عامين ونص ومازال مطلوب حتى لتوا, معناتها توقف بحكم معناتها الجائحة نتاع الكوفيد 19 وقعدوا الناس يقولوا لنا ما تفرجناش ما خلطناش وقتاش, معناتها حتى لتوا مازال مطلوب العمل. خلينا نحكيوا على العمل, نحكيوا على الفيلم والمسرحية تقريبا وي. القصة هي نفسها وهو يطرح لقاء بالصدفة بين زوز ميادين مختلفين بين متشدد ديني هارب من الحاكم يلقى روحه بالصدفة في بيت مومس. ما عادش نقولوا مومس, شو نقول؟ بائعة هواء. بائعة هواء هي فيها أكثر هكا شاعرية, وإلا نقولوا نسيت هالكلمة, يظهر لي عامل جنس كما بالسوري ترافايوز دو سكس. دونك أحلى حاجة هي ما أحلى حاجة, معناتها نقولوا بائعة هواء يظهر لي أحسن توصيف, تحب نقولوا بائعة هواء. به العمل أنه قلنا يلقى متشدد ديني هارب من الحاكم يلقى روحه في دار ومضطر أنه يتخبى في بيت, في بيت كريمة يلقى روحه أنه مضطر يتخبى عند بائعة هواء, بائعة عند هواء. واحدة اللي هي في معناتها في كما نقولوا احنا في مش طرف الجهة الأخرى, الجهة المعاكسة معناتها كليا من الاكستريم الاكستريم. اي دو اكستريم اكزاكتومون. لقى برشا نقد زياده ما لقاش كان استحسان العمل حتى الصوره في حد ذاتها كي هبطت كانت حبوا مش ماهوش نقد, كان توجه ياسر في توجه مفتعل معناتها نتاع حبوا يهزوه برشا احكام مسبقه, حبوا يدخلوه في ثنيه ماهمش ثنيه العمل. شكون نادي فعل مبني المجهول حبوا يهزوه حبوا يدخلوه؟ اللي حاولوا اللي تكتب في السياق هذايا ولا اللي تصور ولا اللي تحاول معناتها تعدى في دي فيتير. انا اكثر حاجه هكا نتذكرها خاطر عندها راهو اون بارل دو 2018 من اللي خرج العمل. دونك كان فما محاوله لتوجيه هكا معناتها الثنيه وطيات احنا ما كناش معناتها ما كناش فيهم, كأنه كان فما نية لتحويل وجهة القيمة الفنية مش للعمل, مش القيمة الفنية, هو خاطر كان سهل انك تهبط عليها احكام مسبقة بحكم الموضوع اللي هو موضوع متشدد ديني محصور في 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 غرفة كما هما يقولوا مومس يعطيها هواء, فهمت؟ دونك سهل انك انت معناتها تبوزي بيه انتر غيمي والا انك انت تكسر بيه العمل ولا تحط عليه هكا افكار مسقطه. كان سهل وفما ناس هذيك خدمتها ساعات ولا فما ناس هذيك تفكيرها زاده, مي لكن العمل لا توندونس معناتها ما كانتش غادي معناتها في ساعه في ساعه الحكايه مشيت لمحورها اللي هو موضوعنا هات نحكيو فيه موضوعنا. طبعا العمل ناقش عديد القضايا, يمكن الأهم كي ناخذ فكرة يمكن تشبه شوية الكتاب المفكر المغربي أبو علي ياسين الثالوث المحرم. الدين الجنس والصراع الطبقي موجود في العمل, هذه حاجة أنت أتحفتني بها وبالحق معناتها ما خممتش فيها قبل, مي سي فغي اللي هو الثلاث عوامل هذه موجودة بحكم عنا دين وجنس بالطبيعة وبحكم عنا صراع طبقي بما انه هذوما سي لي ليسي بور كونت سي لي مارجينو دو لا سوسيتي, هما مرفوضين ومتروكين على قريعة الطريق كسوسوا هي ولا هو. تقريبا اغلب لي سوجي تابو اللي موجودين في مجتمعنا اليوم اللي ما نحكيوش فيهم هما الجنس والدين. رد بالك ما تحكيش هوني ما تحكيش في العمل كلك سؤال المسرحي ولا السينمائي موجودين الزوز ودور فيه برشا شجاعة منك نادي. خدمتي معناتها كيفاش قبلوها الناس؟ ان شاء الله بصدق كيما حاولت انا نوصلها وان شاء الله مش بابتذال خاطر سي ان سوجي ديفيسيل وكيما قلت انت معناتها حامل برشا مسكوت عنه دونك سي با فاسيل. قل دور بائعة الهواء هدية من السماء. وي سي فري. يعني قلت زيدا اللي برشا ممثلات عالميات اللي انا نمن بيهم وكانوا يقولوها وانا كنت ديما نخمم فيها, قلت كان فما دور انا نحب نأديه في حياتي هو دور معناتها من الادوار اللي هي هكا تستهويك
مش تستهويني معناتها سا مامبرسيون تظهر لي حاجه تهز لبعيد وتدخل في انسانيه الانسان والمراه معناتها بصفه معناتها ما نقولش بعمق ما في بلايص اللي احنا المرأة العادية المرأة اللي تخدم ولا المرأة اللي عندها حياة عائلية مش ما تمشي لهيش فورسيمون بائعة الهواء هي إنسانة أول حاجة ما تطلعش حتى باش يكون عندها عائلة هي مرفوض عليها كل الرفض صعيب معناتها إقصاء تعتبر فما مقصية من المجتمع أول حاجة دونك شنو يصير حياة في حياة مراكي هي معناتها تختار ولا تلقى روحها في الـ في الـ في الـ في الـ في الكونديسيون هذيا فما علاقتها بالرجال فما علاقتها ببدنها يعني هو بدن شغيل ما هو معناتها احنا في خدمتنا كي نخدموا اي خدمه عاديه تحب خدمتك ولا ما تحبش خدمتك عم تقوم في الصباح تمشي تعملها تروح مش ديما معناتها ساعات سامخ ساعات سامخ با هي زادة كيف كيف معناتها تصور انت من 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 كليون لكليون من البدن لبدن من العنف العنف فما نوع من العنف زادة اللي هما المعنوي ولا الجسدي لابسورب معناتها ما نعرفش كيفاش نفصل معناتها الحاجات هذوما الكل يخليوا انسانيتها ماهيش كيما انسانيه اي مره دونك الحاجه سا ما توجور فاسيني دون سو سونس وما لقيتش روحي واحد معناتها فما برشا ممثلات اللي انا كيما انسبير اليوم قالوها اللي قالوها ولا معناتها اداو الدور هذايا وحكيو عليه بحثوا فوالا اكزاكتومون دونك سا ما توجور فاسيني اي جو كونتون دافوار بو رياليزي دور كيف دور كيما هكا معناها شخصيه مركبه شخصيه ما تشبهلكش في الواقع تتطلب في بعض الأحيان أنه الممثل يتعايش مع شخصيات من الواقع باش ينجم يؤدي ويجسد الأدوار هذه ما نجمتش نتعايش مع شخصيات من الواقع على الحقيقة ما جاتنيش الفرصة سوغيتي مانيفيك معناتها كان حاجة كيما هكا صارت معناتها كان لقاء كيما هكا صار خممت فيها؟ النساء هذوما ياسر مسكرين على روحهم وما يخرجوش من الباوت اللي هما عايشين فيها دونك مش ساهل والسومي في بوكو زادة خاطر يعرفوا لي ترافير نتاع الإنسانية يعرفوا العنف يعرفوا مش بالساهل أنت باش تجي هكا باش تحكي معاها في حكاية زعما باش تحكي حكاية لا الا انا غينا فوت معناتها عندها حياه هي مع معناتها الكونتاكت ديريكت نتاع الحياه بكل معانيها وبكل العنف اللي تحمله دونك ما صارتليش ما جاتنيش الفرصه هذيا دونك حاولت انا كيما قلت لك اي حاجه نجم جو ماسبير منها اي حاجه نراها اي حاجه نسمعها اي حاجه نتفرج عليها اي حاجه نقراها كيفاش حضرتوا الدور؟ شنو اللي يميز تحضيرك للدور هذا نادي؟ اللي يميز هو لو ليو اللي انا كنت فيه بحكم انا الكرياسيون والريبيتيسيون تاع البيس تعملوا في الارتيست ودونك كانت عندي علاقه كبيره بلافايت وكنت ياسر معناتها سونتر فيل احتضن الهواجسي وانا نمشي ونجي على الريبيتيسيون بنظرتي انا في الوقت هذاك خاطر كنت مهووسه بالعمل معناتها في بدايته مكتعرف والغوشيرش اللي كانت تصير دونك اي حاجه كانت تهزني للعمل وكيفاش العمل هذا باش يكون شويه معناتها الاكسبيريونس داكتريس نتاعي شويه الاكسبيريونس دو فام نتاعي الحاجات اللي ورايا الحاجات اللي نذكرهم لي سوفينير نتاعي برشا حاجات معناتها برشا حاجات نستحضرهم هما اللي اثروا شخصيا وهما دو توت لي مانيير il y a un temps عاش المسرح باهي خاطر سي تان تون نتاع نضج اشياء عندك شهر شهرين شهرين ونص ثلاثة اشهر انت والعمل والوقت هذاك يخليك انت باش بدنك يلبس الحاجه وباش الحاجه تلبسوا زاده وباش تقدم وتوخر في حاجه باش يجيك افكار تخلي منها معناتها في برشا حاجات تدخل النضج هذا انا بالنسبه لي تعلمته في المسرح ومهم مش تعلمته فقت به فقت اللي هو الوقت هذاك تصير معناتها كما بيبي كي كوندي كيما فكره كي تتبلور كيما اي حاجه كيما قبل ما تكتب نضج يصير الاكسبيريونس عندها دور وي. مهم وي. وتكوين المسرحي ايضا هذا يعاونك في تكوين لي اما تكوين مهني معناتها ما قريتش مسرح بالممارسه وبتربصات بصراحه فما بائعات هواء اتصلوا بيك بعد ما وصلت صوتهم ليه؟ ال سون با كوم سا اما نفرح لكن مش تتصل بيا بالذمه ولكن تعرضني في الشارع مراه تجيني تحكي معاي نفرح وي ماذا بيا
ما قابلتش. ماذا بيا تعطيني ان فيت ماذا بيا كان هي ما تعطيني رايها تقول لي حاجه مي ما صارت ليش و... وما نصورش نجم تصير لي الحقيقه ونفهم اللي هي معناتها سب ماهيش غادي الحكايه ماهيش واقفه غاديك به تعتبر انه الدعاره وال والتشدد الديني معاناة واحدة يعيشون في المجتمع. راهو معناتها الامتهان ما نعرفش كي نجم نقول انت معناتها لو ترافاي دو سكس راهو ماهوش دعارة. انا ما نحطوش على الدعارة. سي حاجة أخرى. الدور اللي عملته عندها ترخيص وعندها دابور عندها ماهيش غادي هو معناتها فما معناتها ما هو التسمية هو التسمية هوني تمشي حسب الشخصية كان مش مرخص ولا كان بالسرقة نقولوا نحن الدعارة فيها نوع من الاستسهال ولا لا زادة نتاع الشيء نتاع الحاجة ولا لا الدعارة هو امتهان البغاء بطريقة سرية أكاهو ملا بطريقة سرية أي. اي ملا بون نجمو الكلمة ما بتعجبنيش نبدلوه نعتذروا على الكلمة ما عجبتكش باهي دور بائعة الهواء والمتشدد الديني بالنسبة أي. ليك والغازي أي. يمثلوا معاناة متشابهة كبيرة نفس كبيرة. المعاناة في بلايس مش في البلايس الكل اما في بلايس بالطبيعة معناتها في الاكسكلوزيون من السوسيتي في معناتها كيما قلت لك معناتها ما نجموش يطلعوا المشروعهم الانساني كيما اي عباد معناتها ايسون بطبيعه هذايا اللي جمعهم نتصور انا الكتيبه هذه بطبيعه هي معناتها كتيبه سي حسن الميلي على باز ومن بعد غازي وقتها معناتها ترجم وتونس النص وهو بيدو عنده كان عنده فاعليه معناتها حط فيها هو فكره ونتصور اللي هو اي اللي هو كان معناتها سي لا ميم دولور وي الناس اللي يسمعوا فينا اليوم الفيلم موجود في قاعات العرض وي. شنو اللي خليهم يمشيوا يشوفوه؟ شنو تقول لهم نادي ابو سته؟ ها هو السبب اللي خليك تمشي تشوف الفيلم. باش تكتشف عمل تو سامبلومون باش يكون عندك راي على عمل تونسي على شباب بين الشباب واقل من الشباب شويه حاول عمل محاوله لصدق العمل التعب اللي تعبناه جوست حتى باغ كيوريوزيتي معناتها. عمل اللي يستحق المتابعه عمل اللي يستحق تشوفه انا نتصور ما نحبش ناثر معناتها بطريقه خاطرني انا لازمني نقولها الكلمه هو هما باش يسمعوني مي حقيقه معناتها انا نتصور اللي هو ينجم يهم في برشا مواقع ويهم ناس بطرق مختلفه يمس طبقات مختلفه من المجتمع طبقات اعمار وفئات وي بالنسبه ليك شكون اخطر اليوم على المجتمع بائعة الهواء ولا المتشدد الدين بطبيعه المتشدد الديني ما نجمش بائعة الهواء شنو هي عملت هي للمجتمع هي كما نقولوا احنا معناتها الابسورب حاجه بون ماهيش سي با لو ميت سي با ميتي ايديال ماهوش ساهل انك انت تلقى روحك غادي والا تحط روحك غادي مي كل واحد حكايته كل واحد اختياراته انا مانيش هوني باش نحكم مي نتصور مشروع ما نقولش متشدد ديني كان انسان متدين وهو حياته افكاره غادي وهو طبعه وعيشته يحطها غادي انا زاده مانيش هوني باش نهبط عليه احكام مسبقه وقتاش تولي مشكله وقت يولي مشروع ارهابي ما نحبش يصير طبعا. خلط في, طبعا. في المفاهيم لكن هو التشدد هذايا باش يهز كان يكون متشدد ما نعرفش انا طبعا يتبنى فكر ارهابي لكن هو يحب يعيش كان في دينه وكان في الممارسه نتاع دينه ما يسالش هو تشدد اما هو حياته حريه يكفي الدستور حريه اكزاكتومون لكن مش نتحول هو المشروع ارهاب ارهابي هذا ظلم واحد. ظلم ليه ولينا هذا اللي تعتبره الاخطر شكون تعتبره ضحيه اكثر الزوز كيف كيف بالنسبه لي انا على نفس كيف المستوى كيف. وي شنو يختلف ما بيناتهم؟ كان انت ما عندكش معناتها ماكش مخير، كان انت اختياراتك في الحياه معناتها ماهي ما تنجمش حتى تطمح لها. كانك انت مخبي تعيش مخبي، كانك انت تعيش في الظلام ماكش في الضوء ما تخرجش، كانك انت ما تنجمش تحلم، كانك انت ما تنجمش تطلع كما قلت انت نجم تكون عائله ولا خدمه ولا شنو هي حياتك معناتها؟ صعيب؟ واضح. عمل قلنا فيه محتوى فيه رساله باهيه يمس السوجيات لي سوجي يمكن ما تحكيش عليهم برشا الدين الجنس والصراع الطبقي وايضا فما مشهد انت نحبك تفسره لي المشهد تاع التفاح هل هو شويه كيما نقولوا احنا في الخياليه نتاع رابيل تفاحه ادم ادم وحواء في الخياليه هذيك
هي طريقة كما أي طريقة نتاع كتابة لقاها غازي وهكا وتوخاها مشي معها وأنا إسايي دو جوي أفيك سا ما غير ما نسطروا برشا ما كان فما حضور للحاجة هذه على خاطر فما الجانب اللي احنا توا نتصور باش نوصلوا له اللي هو فما جانب الحب وجانب ما نقولش الغريزة أما جانب الرغبة زادة خاطر فاحنا بحضور رجل ومرأة وهذا زادة شنو ينجم يصير ما بين رجل ومرأة فما مقاومة من الأول فما منه هو بالطبيعة